وضعية رجال المقاومة وعائلة الشهداء في سبيل استقلال البلاد لسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الاتحاد الدستوري. تفضل السيد نائب. شكرا السيد الوزير. تعتبر فئة المقاومة وعائلة الشهداء من الشرائح الاجتماعية التي تئن في صمت، بعضهم يعيش على تعويض هزيل وفئات أخرى تمنعها كرامة النفس من التسول. لقد شكل ملف المقاومة وشهداء الاستقلال واحدا من الملفات التي طالها الغبن والنسيان منذ سنوات، وتحتاج اليوم لإجراءات إنصاف ومصالحة تعيد الاعتبار لهذه الشريحة التي ضحت بالغالي والنفيس. السيد الوزير، أين نحن من الوفاء لما قدمه هؤلاء؟ وشكرا. جواب السيد الوزير. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيد النائب المحترم. هو يعني الوصف اللي عملته لهذه الشريحة أكيد فيه شد المبالغ، يعني بدات مجهودات طيلة الحكومات المتعاقبة اللي خلات أن هذه الشريحة من المواطنين اللي كما قلنا في مناسبة سابقة نعطيهم أي شيء ما نوفيلهمش جهادهم تجاه الوطن، لكن كان مجموعة من الإنجازات اللي كتعلق مستحقات منحة التعويض الإجمالي وراتب المعاش العطب، كاين رخص النقل العمومي مسافرين والخسيره الايجار، كاين واحد المجموعه الامور تعملات. لكن مادام كتسولوا على المستقبل، المستقبل هو ان الحكومه يعني واش سبق ايضا طرح فيه سؤال سابق، الحكومه ان شاء الله يعني في هذا نفس المنطق اللي اشار له السيد داودي اللي يتعلق باش نقدوا الميزان وناخذوا من امور كتمشي في اتجاهات غير معقوله الى فئه تستحق، كاين توجه نحو مراجعه القانون رقم 5402 في اتجاه واحد الزياده ان شاء الله مهمه في اتجاه ديال القيمه الاجماليه للراتب ديال المعاش العطب وما يتعلق ببقية التعويضات. شكرا سيد النائب. تعقيب سيد النائب. هنا ما كاينش رغم اي حاجه يمكننا نديروها مع هذه الفئه ما غنوفيوش بحقها وما قدماته. الا غنديروا على تعويض على العطب، كتعلموا السيد الوزير كاين مقاومين تاخذوا 300 درهم على العطب، والتعويض على العطب للناس اللي ماتوا شهداء 1200 درهم، وهذا ضئيل ويستحق التفاته حقيقيه. اما من ساعدهم الحد وخذوا رخص ديال الطاكسيات وماشي ديال الكيران فتسحب منهم بعد الوفاه ويحرم منهم اولادهم العاطلين والمرضى وغير القادرين على العمل. ان التفات سي الوزير والرهان على تحسين أوضاع الشريحة هو رهان من أجل تنمية الحس الوطني لدى الأجيال الحالية وتربيتهم على البذل والتضحية، وهما جوهر المواطنة وقاعدة الانتماء إلى الوطن. إن الالتفات لهذه الفئة ليس طرفاً أو مبادرة قطاعية بما قدر مسؤولية الجميع من أجل إعادة الاعتبار لفئة تفضل الصمت اليوم لأنها سطحت في وجه المستعمر بالأمس وبللت بدمائها الطاهرة أرض الوطن وحال لسانها كان يقول فلنمت ويحيى الوطن. فرحمة الله على شهدائنا الأبرار وتحية وإجلال وتقدير لمن بقي على قيد الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل سيد نائب من الفريق الحركي. صوت. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة. السيد الوزير، أنا كنتأسف ملي كتقول بأنه هذا الشيء اللي قال الأخ النائب ابن الشهيد بأنه فيه مبالغة. إلا كتقول مبالغة هي ما كتعيش مع الأسرة المقاومة وكيف تعيش اليوم. هذا الملف أنا شخصيا ما عرفتش شنو وقع عليه، علاش هذا الحصار عليه، رغم أنه عدد ديال الندوات ديال النداءات وهذا باش هذه الأسرة الآن اللي بقات قليلة جدا اللي كتستحق كل خير من هذه البلاد، مازال كنقول لها كنعطيوها 300 درهم، راه كنعطيوها التعويض الاجمالي، راه كنعطيوها. شنو هو التعويض الاجمالي؟ خصنا نشوفوا هاد الناس اليوم المعيشه فين وصلات، والحياه فين وصلات، وخصوصا بان هاد الناس الاغلبيه ديالهم في واحد السن الان اللي وصل المصاريف ديالهم غير ديال الاستشفاء، يعني اللي ما عندوش ولده ولا بنته اللي قادره، اليوم كيسعاو الناس، حنا كنعرفوا مقاومين السيد الوزير كيسعاو. كيعطفوا عليهم ناس اخرين لانه انتهى الوقت. مع الاسف السيد النائب، شكرا. رد السيد الوزير على التعقيب. انا ما بغيتش نوضع الاصبع في الجرح باش نتكلم على ان الناشده راه 11 سنه ما تمسش
في الحكومات السابقة لم يمس. اليوم اللي كنقولوا الحكومة اليوم في إطار المعادلة ديال أن تأخذ من الذي يملك أكثر لكي تعطي الذي لا يملك، راه في هذه الفلسفة داخل الطلبة وداخل المعاقين وداخل الأشخاص اللي كنتكلموا عليهم اليوم وصرهم. إذا هذا واقع 11 سنة منذ 2003 هادشي ما تمسش. الحكومة اليوم جات كتقول بأنها ملتزمة أن تراجع الوضع في إطار مراجعة القانون. شكرا. شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم.